اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تجميد الحساب. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شئان، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شئان، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شئان. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا